ونتواصل معكم وتقرير التالي عن الحلويات وهي شكل آخر من أشكال الاحتفاء في ميلاد الحبيب عليه أفضل الصلوات والتسليم. في بلادنا منبع الأصالة والحضارة اشتهرت بتحضير حلوى المولد النبوي، وهي صناعة اختصت فيها بعض الأسر منذ عشرات السنين، ويعتمد المصنعون في الغالب منذ قرابة القرن على المواد الخام المحلية من سمسم وفول وحمص وغيرها، ومع استخدام خبرات من بلدان مختلفة ظهرت العديد من الأصناف. وتشهد ساحات الاحتفال بالمولد النبوي حضورا لافتا، فيما يحرص التجار على تزيين محلات البيع وتوفير الأنواع الجيدة من الحلوى، الأمر الذي دفع الأسر السودانية لشراء الحلوى التي تبعث الفرح والسرور في فلذات أجبادها، وتتزاحم من خلالها لشراء عروس المولد والحصان. ولحصان المولد والعروسة اعتبار خاص، وذلك للإقبال والرغبة الكبيرة لاقتناء أي منهما، كما تعتبر حلوى السمسمية سيدة الموقف، فهي واحدة من الحلويات اللذيذة التي يحبها ويفضلها الجميع، وتتميز بسهولة تحضيرها وطعم مذاقها، إضافة إلى بقية الحلويات من فولية وحمصية ولكوم وأخرى تفنن صناعها من أجل اجتذاب الزبائن. كما شكلت طريقة عرض هذه الحلويات وسيلة أخرى من وسائل رواجها، ويمتد الكرم السوداني الأصيل إلى حلويات المولد، يشتري المشتري وينفح الجيران أو أبنائهم بما حباه الله. اهلا وسهلا، كتر خيرك زميلتنا ايمان كابلو من خلال التقرير الجميل عن اشكال الاحتفال وايضا طرق عرض الحلوى، حلوى المولد او حلاوه المولد، تتعدد طبعا اشكالها وكمان صناعتها ذاتها بتفاصيل مختلفه. حنتعرف عليها اكثر، حلاوه المولد طبعا باشكال، انت بتحبي يا حسام سمسميه ولا الجوزيه ولا الفوليه؟ انا كلها ما عندي معها مشاكل، لكن انت لما شفت الحلاوه خلاص الموضوع انتهى. يعني جربتها السمسمية أكتر، هي من أكتر الحلويات يعني مش تهربان حكا شعب سوداني، يعني طبعا بتتعدد الأصناف الحلويات في مدن أو في مدن العالم الإسلامي أو بلدان العالم الإسلامي، أي واحد بيحتفل بطريقته الخاصة وتتعدد مظاهر الاحتفال أيضا، لكن حنتعرف أكثر عن حلاوة المولد وتفاصيل المختلفة مع دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الزراعي والاقتصادي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيبين. حبابك عشرة بلا كشرة. السكر نحن أشرنا له في واحدة من اللقاءات السابقة، لكن يعني ده شكل من أشكال الاستفادة منه، لأنه مكون كبير جدا في الحلاوة وفي حياتنا برضه. نعم، حلاوة المولد أولا بشكلها ده، حلاوة المولد ابتكروها الفاطميين في مصر في القرن الرابع الهجري. الحاكم بأمر الله وعنده زوجته كانت جميلة جدا، هو قرر يعني الناس يعملوا حلويات، ربما ما كان في سكر ذات تايم في الوقت ده، لكن طبعا كانوا بيطعموا بالعسل، بيطعموا بالتمور، يعني عندهم وسائل للمادة الحلوة المضافة للدقيق والمكونات الثانية. كثير من المصنعين بتاعين الحلاوة ومنبع مصر بالمناسبة حلاوة المولد أصلا، يعني البدايات جات من مصر. قرروا أنه يعملوا عروسات بتشبه
زوجة الحاكم بأمر الله. وهذه العروسات يعني زي كانت بيقدموها هدايا للجيوش أو قادة الجيوش اللي بيحققوا انتصارات، فكانت فيها نوع من التحفيز. قامت ارتبطت صناعة حلويات العروسات مع احتفالات المولد. نعم. ارتبطت معها ايضا بيقول يصنعوا الحصين، زور راكب حصان لحد الليله ممكن تلقى حصان وتلقى فيه زور راكب برضو، دي برضو لتحفيز جيش الفاطميين. نحن عندنا في السودان بالمناسبه شغلانه صناعه الحلاوه محلي جاتنا قريب، يعني لحد ما نحن كنا نقول اطفال في الخمسينات معظم الحلويات بتجينا من مصر، لكن بعد ذاك لما ظهرت عندنا صناعة السكر بعد مشروع الجنيد وخشم القربة، وبعد ذاك جاتنا طبعا سنار وعسلاية وقاوة إلى آخره، توفرت هذه المادة عندنا محلي وزادت هذه الصناعة واندحت. أنا طبعا يا دكتور كنت جاي لحقتنا الحلاوة دي. لا هي 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 فاطمية المنشأ، هي مصرية الصناعة، وحتى نحن كنا بنستوردها من هناك، لكن زي تميزنا بأنه بيجي في حاجة اسمها الحلاوة السودانية. بالمناسبة الحلاوة السودانية في حلاوة مغربية، في حلاوة سودانية، في حلاوة كمان برضو مصرية. نحن يعني بنشتهر بين الفول السوداني وبنخلطه في الحلويات دي، بنشتهر بالكبكبيك وبنخلطه في الحلويات دي، اهم شيء السمسم. وزي ما عارفين بنعمله نوعين، في حاجه اسمها العلف وفي حاجه اسمها الحلاوه السمسميه اللي انتم بتحبوها دي. طيب دكتور ما تنسيني يا حمزه دقيقه. بالمناسبه السودان فيه الاحتفاليه بالمولد يعني بتقوم بها الفاكشنز الصوفية أكثر اهتماما بالمناسبة، يمكن بقى الحكومات بتتابعهم سايد، لكن هم اللي بيقوموا. ويمكن كثيرين منكم ما بكونوا عارفين إنه نحن عندنا 17,000 خلوة ومسيد بتاع طرق صوفية، وعندنا 48 طريقة صوفية كبيرة، وعندنا أكثر من 85 مسارات ولا سميها روافد لهذه الطرق الصوفية. من المجموعة بتاعت التشبيك ده أو الشبكية دي اتخلقت في السودان يعني إرادة نحو هذا العمل اللي هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم سمعتوا بالنكتة بتاعت السوداني اللي كان بيتونس مع واحد من الماء السودانيين. نعم. وداك بيقول له بتحبوا النبي وما بت... يعني كان الغلاط في كده. فالسوداني قال له والله ان احنا عليه الطلاق، النبي ده كان ميت عندنا هنا، كان ليه السفارشين عليه، ما كان طوينا الفراش بتاعه ذاته. الاحتفال بالمولد اذا كنا نحن بنحتفل بكريسماس وبنحتفل بعيد الميلاد وبراس السنة، يبقى من باب أولى نحتفل بالحكاية دي. ده قالوا لكم مولانا، لكن لو حصلنا رقبتنا في حكاية الحلويات، نحن في الخرطوم فقط بنستهلك حوالي 3,000 طن من المواد لصناعة الحلاوة يوم بتاعت المولد. أها طيب يلا عندك سؤال هنا. أنا عندي سؤال لكن أربطه إياه بجانب الصناعة، يعني ارتباط حلوى المولد بأشكال المختلفة بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة عندنا في السودان التصوف تتعدد أشكال الاحتفال، طبعا في الزي في نصب الخيم والأعلام والرايات كلها عندها دلالات مختلفة وألوان، فارتباط شنو ارتباط الألوان دي بهذه المناسبة العظيمة؟ طبعا معروف يعني ده الحقيقة السؤال ده كان مفروض يطرح على الأخ من حيث الأشكال المقصود والألوان بالقضايا الاجتماعية والدينية، أنا ما عندي بالقضايا الاقتصادية، لكن برضو أجاوب لك عليه. معروف عند المسلمين عموما وعند المتصوفة بصفة خاصة اللون الأخضر يعني عنده معنى الانتماء الديني. كلنا في الطرق الصوفية دائما أعلامهم بتكون إما خضراء أو سوداء، ودي
هي عبارة عن العلام اللي كانت بترفع في الغزوات أو في المناسبات الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبلوه ناس المدينة في 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 الهجرة وسيدنا أبو بكر كانوا جايين قابلوهم طبعا بزفة كبيرة جدا، دي هي زفة المولد اللي انت بتشوفها، فلاقوهم خارج المدينة ومن هناك زفون وجابوهم، وكانوا بيحملوا كل مجموعة من الناس بتحمل علم أو بيلون مختلف من التاني. طيب أربط عليك بجانب الألوان، طيب على حسب جانب الاقتصاد انت ذكرته البعد الاقتصادي، نتكلم عن بيضيفوا شنو للحلويات المولد حتى انه تاخذ هذه الاشكال؟ طبعا اولا في اضافات كثيره بتتم للسكر عشان ما يبقى حلاوه من نوع معين. مثلا لو قدرت يعني طلعت حلاوه من ديك بتلقى نسبه هنا اكبر نسبه هنا السمسم كبير كميته كبيره، فدي مثلا سمسميه يقول لك سمسميه صافيه، دي سمسميه معظمها عباره عن سكر، هنا بالجوز هنا باللوز. فقبل انا بدأت لك قلت لك انه نحن في الخرطوم فقط يعني بنستهلك حوالي 3000 طن من السكر والمواد الاخرى لانتاج الحلويات، باقي المدن وعاده يعني في الخرطوم في حوالي 18 موقع رئيسي لبيع الحلويات اللي هو حوش الخليفة ما بعرفه بحري هنا في تلف الميادين يعني دي الرئيسية، أما الفرعية فحدث ولا حرج. المدن الرئيسية برضو حوالي أكثر من 85 مدينة رئيسية برضو يعني بتتم فيها الاحتفال بالحلويات دي، وبتستهلك ما يقارب ليس أقل من 2000 طن وعليه. إجمالي حلاوة المولد بتستهلك سكر في حدود 5000 طن، ودي قيمتها بالأسعار العالمية ممكن تكون حوالي ما بين 1,800,000 إلى 2,000,000 دولار. نعم. طوالنا يعني ذهني مش لأنه ليه نحن ما يكون عندنا صناعة قديمة جدا زي الصناعة، يعني انت في هروب ما بتلقى الحلاوة بالطريقة دي ولا بتلقى السمسم، بتلقى صغيرة جدا مقصة وغالية جدا ومقفة. احنا دائما عندنا مشاكل في البتاع ده عملتونا بالمناسبة هي اجتهادات فردية. نعم ده عملتونا دائما يا دكتور بنلقى عندنا مشكلة في طرق العرض المختلفة اللي بنعرض فيها كل منتجاتنا، وده بيسهم لنا في انه يكون في مشاكل اقتصاديه برضه، لانه انا بقدم المنتج بتاعي بعرض ما هو جاذب ما جاذب وبلدي جدا وما بقدر اصدره، يعني ما بيشتغل في مجال الصادر. هنا بيجي الدور بتاع ناس المواصفات حقه يدخله يعني كجهه بتحدد لنا نحن نصنع حلاوه المولد بياتوا طريقه، يعني المفروض نوقف الطريقه الكميه بتاعتي. كيف والشكل كيف وكيف طريقه التغليف برضه عشان ما نقدر بالضبط وهي او كيف تعمل لها باكينج وكيف تكون يعني قابله للاستهلاك المحلي وقابله للاستهلاك في دول الجوار وكمان توديها لبرا السودان. نحن محتاجين حقيقه لتنوير للناس في مدى التلوث الممكن يحصل للحلويات المكشوفه بتاعتنا، زي ما انتم شايفين في المولد بتكون مكشوفه، بل وما بتكون يوم المولد وبس، يوم المولد والبعد يمكن الناس بيشتغلوا في الشغلانه دي كم شهر بعد ذاك، يعني بيبيعوا الحلاوه مكشوفه. هنا بيجي يعني تساؤل كبير جدا مننا ومن الاخرين في انه ما هو دور هيئه المواصفات في ضبط الجودة الخاصة بالحلاوة. واحد. اثنين. لماذا لا تكون هناك مصانع تقوم بصناعة الحلوى بصورة أجدى وأجمل وأفضل؟ لأنه معظم صناعتنا زي ما ورونا أخواننا في التقرير الفات. في التقرير زي أقرب إلى صناعة تقليدية أو بلدية. أو صناعة بلدية. نعم. جدا. فنحن محتاجين لصناعة بروبر مضبوطة بمواصفات، مضبوطة ببريكوشنز أو تحوطات صحية تخلينا نمشي بالشغلانة لقدام. بيجي السؤال كل مرة كمان بنقوله عن أخواننا البنوك
بتجي تلقوهم انه لانه المواطنين براهم بيمولوا الشغل بتاعهم ده وما في دور للجهاز المصرفي في تمويل ودعم يعني هذه الصناعات لانها دي صناعات صغيره ولانها حقت ناس مساكين ولانه ما عندهم الضمانات اللي بيقدروا يقدموها للبنوك وعشان كده هي بتبقى بتظل صناعه متخلفه. صراحه يا دكتور اسعارها غاليه الان الحلاوه يعني كل الناس اللي مشت مؤكد شيء طبيعي طبعا هي انت بتستعمل سمسم بتستعمل سكر معتمده على على, على 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 السكر طبيعيه يعني الازعار اللي شايفينها دي هي دي انا ما اقدر اقول لك لانه دي اسال اسعار المبنيه على التكاليف بتاعت اخوانا اللي صنعوا الماده دي. يبقى لو مثلا الاسبوع اللي فات تكلمنا على البصل بعد برنامجكم ده طوالي بالمناسبه الـ 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 الشوال من 6 مليون اسي نهار الى 2 ويمكن بعد حلقتنا واعلاننا دي الليله ينزل لواحد وهكذا فهي ديبند على مدى توفر السلعه مدى وجود سكر من ناس كنانه ومن ناس النار وعسلايا في السوق لعله المشكله ناس المولد بيضطروا يعني يشتروا السكر بتاعهم لحلاوه المولد بيشتروه من الكراتين ومن الدكاكين ومن السوق المباشر. لو كان في كوتا مخصصه للصناعه كان ممكن تكون رخيصه جدا وتكون في يد المواطن. اها، هل في امكان مواصله بعد الفاصل كنترول مع الدكتور؟ نحن نمشي الفاصل ومن ثم نعود ونواصل. نحن مقدرين جدا دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الاقتصادي والزراعي، شكرا جزيلا. شكرا، كتر خيرك. مقدرين. فاصل ونواصل مشاهدينا.